السلام عليكم. احنا الان رانا متواجدين في امام حصن تاع الاتراك في خليج الجزائر، موجود حاليا موجود في مكان مسمى بباتوكاسي. وللعلم هناك ست ابراج او ست حصن موجودين على طول شريط تاع البحرين تاع خليج الجزائر. والآن أنا متواجدين أمام واحد من هذه الستة أبراج دا باتوكاسي، والملاحظ هو انعدام السياج. المفروض يكون يعني الموقع هذا الأثري يكون فيه سياج يحيط بالموقع، ويكون فيه يعني حراسة والناس تقدر تزور يعني بدون إشكال. والسلام عليكم.